تنسوش تصوتولي سلام هيبة، واتمنى انكم تصوتولي، وشكرا على تصويتكم، وللي صوت لي وللي بدش يصوت لي بس خلي يصوت لي. باي. أعزائي المشاهدين موقع الغزال، احنا ننقل لكم لقاء مع الطالبة سلام نزيه هيبي من كابول، المشتركة في مهرجان نجم يافا للأغنية التراثية للمواهب الشابة. سلام مرحبا، ممكن تعرفينا بطاقتك سلام قبل ما نبدأ اللقاء معك، بالنسبة لشكل مشاركتك في مهرجان نجم يافا؟ أنا سلام نزيه هيبي من قرية كابول، عمري 16 سنة، مشاركة بمهرجان نجم يافا للمواهب الشابة للأغنية التراثية بصف العاشر بتخصص كيمياء بيئة من الثانوية كابول. كيف راح تشتركوا انتوا في المهرجان؟ راح تجندي جمهور من كابول يرافقك مشان يشجعك في المهرجان؟ بالنسبة لتجنيد الجمهور في عين طالعين باص من البلد، فبدعي كل اللي حابب يرافق، كل اللي حابب يرافقنا انه يشاركنا ويجي على المهرجان. وفي كمان بالنسبة للمهرجان في تصويت، تصويته عبارة عن 20% من النتيجة، والتصويت هو جاري على موقع بنت، موقع بنت على الفيسبوك، موقع التواصل الاجتماعي، فبطلب من الكل انه يصوت لي ويدعمني. طبعا احنا نتأمل لك انك تنجحي، وبس احنا لا يحيرنا اي سؤال انه نسألك، انت كرئيسة مجلس الطلاب في مدرسة كابول الثانوي، كيف وصلت انك تشتركي في المهرجان؟ يعني حدا طلب منك او انت توجهتي؟ كيف شكل كيف قدرت توصل للمهرجان؟ بالنسبة للمهرجان انا شفت الاعلان عن طريق موقع بنات، فحبيت اني اشارك بالمهرجان. وبالنسبة لانه في عندي موهبة الغنائية، فلقيت الدعم من اهلي اكثر، انه شجعوني على انه اخذ التجربة وافوت للمهرجان، بما اني كمان كنت بمهرجان القلعة قبل فترة باول شهر 9. ايش فزتي هناك؟ هناك اخذت المرتبة الثالثة. المرتبة الثالثة. فحبيت اني اتقدم بالموضوع، اني اكمل من مرتبه لمرتبه، وطبعا بدعم الناس اللي حوالي وبدعمكم انتم وبدعم الجميع. طبعا انت مشاركتك بنجم يافا، هل بتشتركي بالمهرجان ثاني بهذا الحجم اللي بعد مهرجان القلعة؟ هل عندك طموحات كمان تشتركي في مهرجان عرفزيون؟ صراحه بالنسبه لمهرجان عرفزيون لا، هو مش حلمي، لانه بشعر انه مهرجان عرفزيون هو مهرجان غير عادل، بما انه فيش لجنه تحكيم، فانه النتيجه كلها لاغلبها للمصوتين، فممكن انه واحد ينظلم عقبال الثاني، انه التصويت يكون اكثر للثاني، بما انه يكون الثاني صوته احلى. على اساس انت يعني بعرفزيون انت نقدك للمهرجان انه مش الاغلبيه العلامه من لجنه التحكيم، انها من الجمهور، واللي بيقدر يجند الجمهور هو بفوز، مع انه في لجنه تحكيم. احنا حضرنا مهرجان عرفزيون وصورنا، بس الاغلبيه للتصويت. مزبوط، الاغلبيه للتصويت. احنا برايي اللي بتحكيه هو صحيح، ولكن ممكن توصل الرساله هاي وتشاركي. عرفزيون مهرجان مشهور جدا على مستوى البلاد، وكل انسان بيحلم انه يوصل لهناك ويفوز، لانه في مهنيه فيه. احنا مش بندافع عنه، ولكن احنا حضرنا وكان مهرجان على مستوى منيح وجيد، وانا برايي كمان بنطي نوع من الدفع على كل فنان بده يتطور. انا بالنسبه لهذا المجال مش هدفي هو المهرجانات ولا المراتب، انا حاليا بعد ما اطلع من مهرجان يافا رح افوت لدورة قوة صوت، اللي ممكن ان هي تخليني تفشني اكثر انه كمهارة غناء مش بس شهرة. فانا برايي لما الواحد يكون عنده مهارة بالصوت ومهارة نقابة الصوت، انت قصدك يعني وين بدك تبدي الصوت واداء اكثر، الاداء مش الاداء، الاداء انه وين سجلت؟ يعني سجلت بشي محل؟ بعد مش مسجله، بس انه كمان بعد انه عم بدور على المحل المناسب اللي يكون اطار عن جد مفيد لإلي، وعن جد اللي يدعمني بشكل مزبوط، ويكون يعني على اصول حتى تطوري يعني ملكات الصوت عندي بالضبط، يعلمني الغناء على اصول، لانه
بدي أكون عاملة أساس على إنه يكون عندي صوت وأداء صح، عشان لما تكون تيجي وقت الشهرة يكون عن جد الإشي يستحق، مش إنه إشي مزيف إنه بس. سلام، كأنك متوتر أنت بسبب مشاركتك في المهرجان؟ بالعكس، إنه بالنسبة أنا شاركت بالمهرجان كروح رياضية، و بالمرة مش متوترة لأنه هدفي بفوتي على المهرجان ما كانش ولا هدف مراتب ولا أي هدف، هدفي كان إنه أخوض التجربة أفوت للجو إنه غناء ومسرح وهيك. ولحد الآن استفدت من التجربة يعني؟ لحد الآن كل اللقاءات اللي اشتركت فيها أكيد استفدت كتير، لأنه تم تدريبي مع الفرقة كل مرة كنت أخذ معلومة جديدة نصيحة جديدة اللي فيه إسا حالياً أنا عم بشوف فرق كثير كبير بين أول مرة شاركت فيها وبين النقطة الحالية. أها طبعاً أنت في المدرسة لما بسمعوا أنه سلام اشترك في مهرجان نجم يافا كرئيسة مجلس الطلاب، شو الطلاب بيجوا بيشجعوك بمزحوا معاك شو بديك بالمسابقة بنحبش أنك ما تربحيش بيشجعوك ولا بيهتموش في هاي الموضوع؟ بالعكس، لما حتى لما عرفوا أنه في تصويت أنه صرت أنس يومياً وانت التصويت وهو حتى بعده مش مبلش، فكثير عم يشجعوني على الموضوع والمعلمين كمان كثير عم يشجعوني على الموضوع وكثير عم بنسأل عن الموضوع وعم باخذ منه تشجيع كثير كبير من طلاب جيلي وطلاب اكبر مني، وحتى في ناس اللي انا ما كانش في خلطه معها فبس عرفت انه انا مشتركه بمهرجان وشافت صوري على الانترنت وهيك فصارت تسألني وصارت تشجعني أكثر وأكثر. أو بطلبوك مرات إني بس كلمة الصباح غنيني غنوية حلوة ليك، أو بالحفلات المدرسية اللي أنتوا في المدرسة بتغني شاتي. الحفلات المدرسية عنا إنه إحنا بالمدرسة في عنا فئة كثير منيحة اللي هي عندها الموهبة، فعن قريب بالحفلات المدرسية رح نشارك بوصلة غنائية مع بعض. في عندكم يعني حفلين لرأس السنة ولا حفلات في الفصل؟ في عندنا حفلات الفصل، في عندنا حفلات المنهجية مثل يوم المعلم ويوم الطالب ويوم اللغة العربية وغيره. وبطلبوكوا يعني بكابول بطلبوك الاحتفالات إن كان كشافات ولا لجان ولا مؤسسات ثقافية، بطلبوا إنه بدنا سلام تغني؟ وبعرفوا إنه بكابول إنك بتغني ولهيك بطلبوك الاحتفالات للمناسبات بطلبوا مني؟ بقول إنه مش عم بنطلب على هيك مناسبات أو يمكن فيش هذيك الفعالية الكبيرة بين الجماهير إنه فعاليات لمنهجية بين البلد وهيك، فمش عم بنطلب لهيك إشي، بس عم بنطلب إنه غنيت كذا مرة بمخيم الصيفي لشريك الشيوعية عنا، كان مخيم المنطقة كان بقرية السندباد، غنيت أكثر من مرة هناك. أي غنية وطنية؟ أكيد غنية وطنية. وغنيت كمان بشفى عامر مع الشريك الشيوعية وغنيت أكثر من مرة يعني بشيء بشيء. الغنوية اللي بتحبي يعني تغنيها من الأغاني الوطنية اللي بتحبي تغنيها شو أي غنوية؟ بحب أغني يا شعوب الشرق. ممكن تغنينا مقطع منها؟ أكيد. يا شعوب الشرق هذا وقت رد الغاصبين، فاركبوا الهول الشدادة واصطلوها باسلين، فاركبوا الهول الشدادة واصطلوها باسلين، شتتونا في المنافي واملأوا منا السجون، سوف تأتيكم ليال برقها حتف المانون، سوف تأتيكم ليال برقها حتف المانون، يا شعوب الشرق هيا لنضالنا المبين، سوف نحظى بالحرية رغم أنف الغاصبين، سوف نحظى بالحرية رغم أنف الغاصبين. سلام، يعطيك العافية. احنا بلقائنا اول لقاء احنا يعني من
نلتقي مع موهبة اللي بتغني اللون الوطني أو الأغاني الوطنية. أنت طبعاً ثقافتك وطنية في بيت وطني، كيف تعرفت على هاي الأناشير والأغاني؟ أول إشي أنا من بيت وطني اللي هو من أباً عن جد، يعني إحنا دايماً بالحزب الشيوعي، جدي كان بالحزب الشيوعي وبعده أبوي وبعده أنا. حالياً أنا بالشباب الشيوعية، سكرتيرة فرع الشبيب عندنا بالبلد. هاي الأغاني كلها تعرفت عليها من بين الشباب الشيوعية بين نشاطاتنا الفعالة بالحلبة الوطنية، الحلبة تبعت المجتمع وبين كل الناس ومع كل الأطر وكل المجتمع. يعني هاي أغاني ثورية أنت، يعني غير هاي الأغنوية فيه كتير غناني يعني انت كمان حافظيتها وتعلمتيها او ورثتيها، يعني هناك في كتاب تتعلم منه يعني الاغاني هاي، والله سمعتيها سمع. وجدك كان الشاعر الشعبي، شاعر مشهور جدا في المنطقه جدك. نعم، هاي الشغلات، اول شيء هاي الشغلات الاغاني الثوريه اللي انا عم بغنيها علمنا اياها الشارع، اللي لما كنا اي شغله تكون تصير عندنا بالمجتمع عندنا او عندنا بالقطاع فلسطين مثلا او اي حدث يصير هون ببلدنا، نطلع على الشارع نثور مظاهرات. فانا كل هاي الشغلات تعلمتها من الشارع، من المظاهرات، وغير هيك وحفظتها. وجدي اللي هو الشاعر الشعبي ابو عصام المعاري، فتعيش انا كمان نسمع الاناشيد والاشعار تبعته بشكل يومي عندنا في البيت، فاكيد تربيت على هذا اللون عندنا بالبيت وبشكل عام. يعني عن قناعة انت بتنشدي هاي الاناشيد، عن قناعة، مش يعني منشان انت تفرجي انه هذا صوتي حلو او انه انا بغني الاغاني هاي، فلذلك انت بتغني الاغاني هاي عن قناعة منشان كمان الشباب، الثورة الشباب، وكمان تدعي الشباب الخط اللي انت مقتنعة فيه. شو المواهب اللي انت بتمارسيها سلام؟ كيف شفنا هون في لوحات كتير حلوة اللي انت رسميتها، هاي يعني انت درستي هذا الموضوع، والله انه انت بمطالعتك وبجهودك الخاصة وصلت انك ترسمي هاي اللوحات. انا بالاول كانت عندي الموهبة انه ارسم برصاص، فانا من وانا صغيرة انه برسم كتير منيح، فروحت حبيت اني اروح عند الفنان العالمي احمد كنعان طمرة، فعلمني مزج الالوان انه انتاج الوان من الوان. فهذا هو تعليمي بالضبط. اما انه بالنسبه للرسمات، انه كيف رسم اللوحات بالدهان ومزج الالوان، هاي شيء تقني، بس الألوان شيء تقني. أنا بحكي المواضيع، يعني أنت أي مواضيع اخترتي للرسومات؟ أي مواضيع اخترت؟ دائما مختار الأول المواضيع كلها هي وطنية اللي أنا اخترتها، أو مواضيع اجتماعية، بس في منها اللي هو منه بيجي زي ملغوز. فإنه يعني إشي رمزي؟ إشي رمزي. هون إشي واضح. باقي الرسمي. بس بباقي الرسمات إشي زي رمزي. ليه مش مبين وجهه ومبين ظهره بس؟ يعني هو يعني أنت قصدك العودة. هاي يعني بشكل انه هو عائد راجع. انا مثلت في بهذا الشخص 48 كلها، سنه 48 كلها. وكل الاحداث اللي صارت بهي السنه ودلالي على هيك اني حطيت سنه 48 على ظهره. ف 48 هي والعلم، بس انا مش شايفه راجع لشيء، راجع لشيء مجهول، فيش بيوت، فيش شيء، يعني فيش شيء، بس طريق والخلفيه هو هيك بطريقه. الخلفيه خليتها تكون من مزيج الوان العلم الفلسطيني لترمز انه كل هاي المساحه اللي حواليه والارض اللي حواليه هي مساحه فلسطينيه وارض فلسطينيه، وهو ماسك العلم بمثابه انه مش عم يتنازل عن حقه، انه هو فلسطيني ورح يضل فلسطيني. بتعجي كمان انت كفتاه، يعني ممكن انت يعني ترسم مرات، انا شايف هون رسمه في صوره فتاه، بتعجي يكون القضايا النسائية أو قضايا المرأة؟ هي الرسمة أنا رسمتها من الإطار اللي عم تحكي عنه. تفسير هي الرسمة، أول إشي أكيد لاحظته إنه
الهلال اللي بقلب اللوحة هو مش هلال طبيعي فإله زوايا. دايما الهلال والنجمة برمزون للأمور التعبدية الطابع الديني يعني. طابع ديني. وبنفس الوقت البنت مغطية بس على نص وجهها مش مغطية كل راسها إنه مش متحجبة. فهاي هي الصراع بين الفتاة اللي من مجتمعنا ومن العصر الحالي وبين الدين رؤية الدين للمرأة أو رؤية الدين للمرأة أو الصراع إنه الاقتناع أو عدم الاقتناع أو كمان نفس الوقت تأثير إنه كيف إسا الناس الحالية اللي عم نشوفها إنه صارت ترسم الدين على خاطرها فبطل إنه الإشي بس فقط لربنا فصارت تأخذ مصالحها عن طريق الدين فعشان هيك خلت يكون الهلال مع زوايا إنه محرف بنفس الوقت هي من عدم القناعة هي حبت إنه تكون نص مع الدين ونص انه حسب انه كيف قناعتها هي. بتطالعي انت سلام بتطالعي يعني روايات بتطالعي دواوين شعر شعر بتثقفي نفسك شعر بطالع شعر لمحمود درويش وكمان لتوفيق زياد اما انه روايات قليل بس اشعار يعني بتكتبي شعر بكتب خواطر فترة يعني يعني تكتبي خواطر بشكل ناتري شو طموحاتك المستقبلية ايش بدك تدرسي انت حابة تدرسي انا عندي ميول بما انه انا مع الشباب الشيوعية وميولي اكثر وطني فعندي ميول ان اكون كمان انه عندي انه اخوض العالم السياسي بشكل يعني تدرسي علوم سياسية بشكل اكبر من هيك علوم سياسية وبنفس الوقت نفس الوقت حابة كمان اخوض المحاماة علم سياسي والمحاماة وبنفس الوقت كمان انه مش حابه كمان انه اترك موهبتك يعني انه تطوريها بالرسم والتصوير بالاضافه لموهبه الرسم عندي كمان موهبه التصوير انه بحب اصور كثير فكمان حابه انه اكمل بالتصوير وبالرسم وكمان اخوض عالم السياسي بالعلوم السياسيه وبالمحاماه نتمنى لك النجاح شكرا. بس نسمع منك النويه باللقاءات الاوليه في مهرجان يافا شو بدك تسمعينا أيضا؟ اعتزلت الغرام لمجد الأمة تفضلي شوف 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 يا حبيبي شوف طلع في اسمع مني وشوف شوف 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 يا حبيبي شوف طلع في اسمع مني وشوف لا بدي تراضيني انا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني لا تمسيني لا بدي تراضيني انا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني لا تمسيني انساني اعمل معروف انا اعتزلت الغرام يوم الحبك جنني يوم الحبك جنني أنا اعتزلت الغرام أنا حتى بالمنام طيفك رح يبعد عني يمكن بكرة الأيام من دونك بتصالحني أنا حتى بالمنام طيفك رح يبعد عني يمكن بكرة الأيام من دونك بتصالحني ولا بدي تراضيني ولا بدي تحكيني لا تصبحني ولا تمسيني
لا تمسيني انساني اعمل معروف. يعطيك العافية سلام، صوت حلو، حضور حلو. شكرا. أمي أنت بتحبي تحققيها؟ أمنيتي هي إنه أحقق كل بطمح فيه من أي كل الجوانب، من ناحية دراسية ومن ناحية اجتماعية. بالنسبة لمواهبي ولا بالنسبة للفن اللي أنا فيه، إنه رسم من أي ناحية برسم، حتى من كتابات الخواطر اللي عم بكتبها، إنه حتى كل فترة إني أطورها أكثر وإني أصيب الأهداف أو أصيب الأوجاع اللي عند الناس. وبالنسبة للغناء كمان، إنه أوصل رسالتي لكل الناس، لكل شعبنا اللي بالداخل وبالشتات، إنه كل الشعب يتوحد، حتى لو متوحدناش بنفس إطار دولة أو بنفس إطار اسم معين، على الأقل نتوحد بنفس إطار فن أو نفس إطار إشي بربطنا بين بعض، اللي هو ممكن يكون عن طريق فن أو عن طريق أي إشي اللي ممكن نوصل اللي بداخلنا فيه. طبعا احنا مقبلين على السنة الجديدة، شو انت بتحبي تتوجه للجمهور الواسع امام السنة الجديدة؟ بحب انه اوصل للجمهور انه كل محبة وكل سلام وقام اللي يعم بناتهن. السلام هو اهم اشي اللي يعم بين الناس، انه اذا وجد السلام رح يكون رح نبني مجتمع عن جد صالح وعن جد منيح بين الشعوب. وانه بتمنى للناس كمان الخير، تكون سنة جديدة عليهم وسنة اللي تقدم لهم كل خير. ونفس الوقت بتمنى لأهلي وانه بتمنى لهم كل صحة وكل خير، بما انهم اللي بدعموني بهاي الأمور. وبتمنى لأبوي الصحة والعافية. وكمان بقدم شكر كثير كثير خاص لأختي اللي هي عن جد بتدعمني، إنه هي معاي ولجنبي بكل المسيرات اللي أنا خضتها لحد إسا. اليوم بلش التصويت على موقع بنت. موقع بنت في رابط على الموقع بنت الإلكتروني، واللي هو كمان موجود على موقع التواصل الاجتماعي على صفحة موقع بنات. فبتمنى انكم تصوتوا لي. انا سلام هيبة، بتمنى انكم تصوتوا لي. انا زي ما حكيت بالاول انه مش هدفي هو المراتب ولا هدفي هو المناصب، هدفي انه بس انه اخذ التجربة. وبنفس الوقت انه بحال انتوا دعمتوني رح اخوض التجربة اكثر واكثر، رح تخلي لي ذكرى كثير حلوة، اكيد انتو رح تكونوا فيها السبب. وبتمنى اني اعجبكم اكثر واكثر. وشكرا للي دي صوت لي، وشكرا للي صوت لي، وبتمنى من الكل انه يصوت لي. وشكرا لكم، كل عام بخير. طبعا احنا سلام نشكرك على هذا اللقاء، ولكن بالاخر تحفينا بشيء هيك حلو. أروح لمين؟ أروح لمين؟ أروح لمين؟ أروح لمين؟ ينصفني منك؟ ما هنت فرحي وانت جرحي، والاسم غياب.
كنت بات منا كنت بات منا وبعد حبي. مش تنسوا تصوتولي سلام هيبي على موقع بنات تصويت بنت هي. ديروا بالكو 20 الشهر 2012 بنت التصويت. يلا بدي ادعمكم.